السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس عاصم سعفان، ومكملين مع بعض بإذن الله في دورة بايثون بالعربي. طبعا لسه مكملين في سيكشن 2، بنتكلم عن الداتا تايبس المختلفة في لغة برمجة بايثون. النهاردة إن شاء الله نبدأ نتكلم عن حاجة تايب جديد اسمه التوبلز. توبلز أو تيوبلز على حسب ما أنت عايز تنطقها، تمام؟ هنبدأ نتكلم عنه، وطبعا زي ما أنت عارف إحنا بنتكلم عنه من كذا حاجة. أول حاجة طبعا بنبدأ نتكلم عليه هي إزاي أصلا نكاري التوبلز جديد، وبعد كده بنتكلم عن إزاي ناكسس الإليمنتس اللي فيه أو الخانات الحاجات اللي موجودة فيه يعني، والإندكسنج والسلايسنج اللي موجود فيه برضه. بعد كده نبدأ نتكلم عن خاصيه مهمه جدا اللي هي الاميوتابيليتي، ونشوفها ازاي متطبقه فيه. بعد كده نتكلم عن البيزك ميثودز اللي موجوده في التوبلز، وبعد كده نبدا نتكلم عن على خاصيه الاميوتابيليتي الموجوده في التوبل. طبعا زي ما قلت لك هتشوف التوبل ذات عامله زي الليست بالظبط، نفس التعامل فيها في كل حاجه، عامله شبه الليست بالظبط اللي احنا شرحناها الفيديو اللي فات، اللي هو الديكشنري اللي قبله على طول هتلاقينا شرحنا الليست. التوبل شبهها بالظبط، اهم حاجه بس خاصيه الاميوتابيليتي ديت اللي هتبقى متغيره عنها. هنبدا بقى نشرح كده مع بعض ونمشي واحده واحده زي ما احنا متعودين. هنخش في الكود على طول باذن الله عشان ايه نشرح كل حاجه على الكود واحنا ماشيين. في البدايه خالص واحنا رايحين نعمل كرييت توبل جديد او كده، ممكن طبعا نكلمك ايه اول حاجه ان احنا ممكن يبقى عندنا توبل اللي هو واحنا بنكريته اصلا نخليه فاضي. طبعا ان انت تعمل التوبل فاضي دوت ما حاجه ملهاش اي 30 لازمه، لان التوبل زي ما احنا نشوفه قدام ما ينفعش تعدل فيه، فانت تعمله اصلا من الاول فاضي. بس طبعا انا بوريك بس ايه الامكانيات اللي متاحه قدامك يعني. فتعال نعمل متغير جديد زي ما احنا شايفين كده، عملنا متغير جديد، وبعد كده حط له ايه البارنتيسز بتاعتنا اللي هو الاقواس دي الاقواس اللي بتحدد ان ده توبل معاك، ومش هي الاساس في ان انت تعمل التوبل او كده. بس طبعا ايه يعني هنتكلم قدام على حاجات تانية، بس زي ما انت شايف كده ايه احنا عملنا توبل فاضي. لو عملت هنا كده ماي توبل وبعد كده ايه نفذت السطر زي ما انت شايف، هيرجع لك ان احنا عندنا ايه الاقواس كده فاضيه، معناه ان هو ايه انه اتعمل والوقت حاليا فاضي. طبعا لو انا قلت لك لو احنا عملنا نفذنا فانكشن زي او ميثود يعني زي طيب كده ودخلت فيها اسم المتغير اللي معايا اللي هو ده عشان اعرف التايب بتاعه ونفذت، هيقول لك ان هو ايه زي ما احنا شايفين كده توب. دي كده اول حاجه ان هو انت تعمل كرييت اصلا توب الفاضي خالص ما فيهوش اي حاجه. تعال بقى نشوف حاجات تانية، تعال نشوف ايه ممكن نحطه في التوب. ممكن نحط فيه اي حاجه، انت زي ما كنا بنتعامل الاول زي ما اتكلمنا مع الليست زي ما اتكلمنا مع اي حاجه، هتلاقي ان احنا ممكن نحط جوه التوب اي حاجه احنا عايزينها. اي حاجه زي ايه يعني؟ احنا ممكن نحط مثلا انتجرز، عملت توب جديد واحط جواه الانتجرز اللي انا عايزها، اي ارقام انا نفسي فيها يعني، ما فيش اي مشاكل. وزي ما احنا شايفين هتلاقي ان ايه هتلاقي ان احنا نفذناها وطلع معاك الارقام زي ما انت شايف. ممكن احط جواه سترينج، طبعا مش هقعد بقى اديك امثله على كله، بس مثلا ايه تعال نحط لك كده ايه حاجه مشكله، نشكل لك كده الداتا تايبس اللي ممكن نحطها مثلا جوه التوبل. زي ما احنا شايفين دلوقتي عملت لك متغير تاني، وبدات احط لك بقى عملت لك توبل كبير زي ما احنا شايفين كده، وبدات احط لك فيه داتا تايبس مختلفه. بدات لك بالسترينج، وبعد كده حطيت لك فلوت، وبعد كده الانتجر، طبعا ده كله اللي انت عايز تحطه يعني براحتك، وحطيت لك فيه ليست كمان عشان تشوف. طبعا هنتكلم كمان شويه برضه واوريك ان انت ممكن تعمل ايه، ممكن تعمل نست لتوبل جوه توبل تاني. تعال بس ننفذ ونشوف الوقت الشكل بقى عامل ازاي معانا. زي ما انت شايف كده انت عملت ايه توبل كده. احنا ايه عرفنا ازاي نكريت توبل جديد. عايزك تبقى واخد بالك من حاجه، ان اللي بيميز التوبل مش الاقواس او البرنتسيز اللي احنا بنعملها دي، اهم حاجه الكومه اللي انت بتعملها بعد ما تخلص كتابه حاجه، هي دي بتميز التوبل عنها يعني. تعالى مثلا اوريك مثال، ده اكزامبل كده على السريع. لو انت مثلا شايف انت الجزء ده كده، لو احنا خدنا المثال اللي معانا ده كده، خلي مثلا ماي تول 3 اي حاجه متغير جديد يعني، تمام، وقفلت لك البرنتسيز بتاعتنا. المفروض اللي انت شايفه قدامك ده كده ايه، هتقول لي طبعا ده توبل في اليمنت واحد او ايتم واحده. لا، هو حتى الان كده ما فيهوش اي ايتم او كده يعني، مش توبل اصلا. والدليل على كده ان انت لو جيت نفذت خلاص السطر ده وجيت تعمل التايب وتشوف المتغير دوت التايب بتاعه ايه، هتلاقي زي ما احنا شايفين كده سترينج. ليه سترينج؟ لان هو حاليا يعني الاقواس بتاعتنا دي ما اثرتش في اي حاجه. عشان خاطر تقول ان ده توبل لازم تحط بعد ما تخلص ده كده ان هو في اكتر من ايتم، لازم تحط ايه الكومه. الكومه ده اهم حاجه. فتعالى ناخد نفس المثال الكلمه دي كده، ونخلي مثلا نغير اسم المتغير ونحط مثلا الكومه بتاعتنا هنا كده وننفذ. تعالى بقى نشوف التايب بتاع المتغير اللي احنا لسه عاملينه اللي هو الاخير ده، ونشوف التايب بتاعه، هتلاقي الوقت بقى ايه بقى توبل. زي ما انت شايف اللي غير من ده لده هي بس الكومه البسيطه دي. بالعكس كمان، ده انت لو حطيت اسماء المتغيرات حطيت الكومه وما حطيتش البارنتسيز اللي معاك ديت، هتبدا تاخد بالك ان دوت توبل برده عادي. ازاي الكلام ده؟ هات لنا يا عم اي متغير من فوق، اي متغير احنا شغلنا عليه عملناه دلوقتي توبل زي ما احنا شايفين كده، وحطه لك تاني هنا اهو. بدل ما كنت بحطه لك في بارنتسيز، تعالى نحطه لك من غير اي بارنتسيز خالص، وانفذ الكود تاني زي ما انت شايف اتنفذ عادي خالص. تعالى نشوف التايب بتاعه، هنشوف مع بعض التايب بتاعه، هتلاقي برضه التايب بتاعه يوتيوب مع ان الوقت ما عادش فيه البارنتسيز. فاللي بيميز ان التوبل اول حاجه ان انت لازم تبقى واخد بالك منها ايه، ان انت عندك التوبل ملوش ما يعني لازم انت تحط فيه الكومه بعد اول اليمنت، لازم يبقى فيه كومه. وطبعا لو عايز تحط له بارنتسيز يبقى تحط له البارنتسيز اللي احنا شايفينها يعني الاقواس اللي قدامنا هنا دي، تمام، اللي اسمها بارنتسيز. ما تحطش الاقواس الثانيه اللي بتاعت الايه بتاعت
الليست اللي هي مثلا عامله كده، دي معروفه الاقواس بتاعت الليست. تمام كده احنا عرفنا دلوقتي ازاي نكريت بكذا طريقه، تمام، ونكريت التيوبل بكذا طريقه يعني، وقلت لك ايه التيوبل وايه مش التيوبل والكلام ده كله. طبعا ركز قوي على الحته دي كده، لان ديت زي ما قلت لك ده كده سترنج الايتم واحنا فيها اكننا حاطينه بالظبط من غير الاقواس. يعني فكر فيها كانك حاطه من غير الاقواس بالظبط. احنا حاطين سترنج هيبقى الطيب بتاعك سترنج، حاطين انتجر هيبقى الطيب بتاعك انتجر، ما فيش اي مشاكل. تاني حاجه هنتكلم عنها وهي ايه، اللي هو ازاي ناكسس اي اليمنت موجود جوه التوبل. تعال مثلا ناخد ده كده، او هات المثال اللي فوق اللي احنا كنا شغالين عليه ده، تعال ناخده مثلا هنا. واول حاجه بس نحط فاصل كده عشان نعرف ان احنا دلوقتي بنتكلم على توبل جديد اللي هو الايه، الاكسسنج اليمنتس من جوه التوبل. نرجع تاني بقى مع بعض. دلوقتي انا عملت لك بس كده ايه تايتل كده عشان خاطر لما ترجع للملف دوت جوبيتر ولا حاجه، لو بتخش تقرا الكود او كده يبقى انت عندك ايه الكلام كله متقسم مظبوط. وطبعا وانت شغال حاول برضه تقسم الملف اللي انت شغال فيه عشان لو رجعت له في يوم من الايام تراجعه وكده تبقى انت ايه عندك، يبقى انت تعرف تراجع بسهوله يعني. دلوقتي معانا تيوبل، دلوقتي عايزين نعرف ازاي ناكسس الاليمنتس اللي فيه. هو طبعا نفس نظام الليست بالظبط. انت بص انت كل حاجه احنا شغالين فيها اكنك بتتعامل مع ليست لحد ما تيجي نقطه بس بتاعت الميوتابيلتي وخلاص كده. ازاي تاكسس؟ بس نفس النظام، هتاخد بس زي ما احنا شايفين كده المتغير وهتحطه ايه البارنتسيز بتاعت الليست عادي خالص، وتحط الاندكس اللي احنا عاوزينه. مثلا عايز تجيب كلمه عاصم هو في الاندكس رقم 0، احنا بنبدا العد من 0 1 2 3 وهكذا. فنفس النظام بالظبط، عايز توصل مثلا 0 1 2 3 دي رقم 3 هتكتب هنا 3 تمام. وممكن بقى جواها تبدا بقى تشتغل اكن دي لسه عادي خالص وتاكسس الاليمنتس اللي فيها. نجيب مثلا 2 فيرجع لي كلمه احمد. تمام كده الموضوع يكون واضح بالنسبه لك. طبعا انت ازاي بقى نعمل السلايسنج والاندكسنج، يعني السلايسنج اقصد، نفس القواعد اللي كلمتك عنها في السترينج ونفس القواعد اللي كلمتك عنها في الليستس هتلاقي هنا بتطبق بالظبط ما فيش اي مشاكل فيها. عن طريق ان انت بس تفتح كده وتكتب ايه اي حاجه، مثلا عايز تبدا من اول هنا لحد الاخر هتكتب الستارت اندكس بتاعك بواحد وتسيب اللي بعدها مثلا فاضي، هيرجع لك من اول 15 لحد الاخر. عايز مثلا تجيب اول 3 اليمنتس دول بس هتيجي برده تكتب اسم متغير، هتسيب الستارت اندكس بتاعك فاضي والاند اندكس هتبدا بكام؟ 0 1 2. احنا عايزين نجيب الاثنين معانا يبقى نحط الاندكس اللي بعده اللي هو 3 زي ما احنا شايفين، رجع لي الحاجات من غير اخر اليمنت معانا. ده كده الاكسسنج والسلايسنج والاندكسنج على بعض. فايه نعدل ده كده على السريع. تمام كده عشان بس ايه زي ما قلت لك الحاجات دي احنا شرحناها بالتفصيل في الليست، فمش عايزين نضيع فيها وقت هنا عشان خاطر ايه نحافظ على وقتنا واحنا شغالين يعني. تعالى بقى نتكلم مع بعض عن البيسك تيوبل ميثودز. احنا هنتكلم على الاثنين بس، الاندكس والكون، دول اكتر اثنين او اكتر تو ميثودز يعني بتستعمل مع التيوبل. لو جينا بس نشوف، حطيت لك طبعا نفس التيوبل اللي كنا شغالين عليها قبل كده، تعالى بس اكرر لك واحنا كمان شغالين. احط لك مثلا ايه المتغير اللي هو بتاع 15 ونص دوت او عاصم كمان مره عشان خاطر نحتاجه واحنا شغالين. ايه بقى اللي انا عايز اكلمك عنه؟ عايز اكلمك عن تو ميثودز. طبعا عشان خاطر تجيب الميثودز اللي موجوده مع التيوبل هتيجي تعمل كده وتعمل دوت وتعمل تاب، هيجي لك الميثودز اللي موجوده اللي هم الاثنين الكاونت والاندكس. الاندكس بكل بساطه انت بتحط لها مثلا ايه اي اليمنت انت عايز تدور عليه. انت مثلا عايز تدور على الاليمنت اللي هو مثلا العاصم ده، هتيجي تحطه ايه هنا كده، هو يرجع لك ايه؟ هيرجع لك الاندكس اللي هو موجود فيه. اول ما يقابله هو بيسيرش كده جوه التيوبل اللي عندك، اول ما يقابله هيقوم جاي راح مرجع لك الاندكس اللي هيقابله. يعني مثلا زي ما احنا شايفين ال 15 ونص ديت اول مره يقابلها هنا مثلا، او مثلا خلينا في 878 ديت تمام، ونسيرش هيقول لك انها موجوده في الاندكس رقم 2. طبعا دي ميزه حلوه ان انت تعرف تسيرش عن حاجه موسى موجوده في التوبل وتقول لك الاندكس بتاعها، يقول لك الاندكس بتاعها رقم كام. دي كده اول ميثود معانا موجوده تبع الميثودز اللي موجوده يعني في التوبلز. تاني ميثود اللي هي الكاونت، زي ما احنا شايفين هتكتب برده نفس النظام اسم المتغير وتعمل دوت وتعمل تاب هتلاقي عندك الايه الكاونت اللي هنا دي. الكاونت دي بيقول لك الايتم ديت يعني اتذكرت كام مره، اتذكرت كام مره في موجوده كام مره يعني في التوبل اللي معانا. فنيجي مثلا نشوف نسيرش عن اي حاجه مثلا ولنفترض العاصم تمام، هيقول لك انها موجوده مرتين زي ما انت شايف. لو احنا طبعا كررناها هنا كمان مره ولا حاجه وسرشنا وعملنا يعني عملنا نفذناها تاني وسرشنا هيقول لك انها موجوده دلوقتي ثلاث مرات. ولو انا حطيتها لك جوه الليست، خلي بالك بقى من حاجه زي دي، لو حطيتها لك هنا جوه الليست تمام وجيت اعد هنا تاني هيطلع لك ثلاث مرات بس. ليه؟ لانه طبعا هو شغال جوه التيوبل ذات نفسه، ملوش علاقه بجوه بقى الحاجات النست جواه وكده. ده انا شغال هنا كده، دي مره اثنين ثلاثه، دي كده على بعضها كده اليمنت جوه التيوبل. فمش هي يعني مش عاصم بس، ده هو شايفه قدامه كليست ما بيبصش جواها. تمام ركز في المعلومه دي. يبقى احنا كده عرفنا ان احنا عندنا تو ميثودز، الاندكس والكاون، تمام، وشرحناهم ووضحت لك كل حاجه فيهم ماشيه ازاي. تعالى بقى نتكلم عن النقطه الرابعه وهي النستنج تولز. اللي احنا عندنا يبقى عندنا توبل معينه وجواها توبل ثانيه. تعالى مثلا نحط المتغير اللي احنا التوبل اللي احنا عمالين بنبهدل فيها هنا ديت تمام،
وابدل الليست الاخيره دي مثلا نحط لك ايه، نحط لك كده توبل ولا حاجه. تمام، زي ما احنا شايفين كده الوقت بقى عندنا ايه، توبل معينه جوه توبل تانيه. ازاي ناكسس الايمنت فايل؟ نفس اللي احنا كنا بنتعامل معاه بالظبط مع الليست، هو نفس اللي هيحصل بالظبط، بس اوريك طبعا الاختلاف بينهم اللي هيحصل لما نيجي بقى ايه نتكلم على الاميوتابيلتي او الخاصيه بتاعت الاميوتابيلتي. هنا طبعا عايز اجيب كلمه احمد ولا حاجه، فاحنا بكل بساطه هنسيرش هنا عن ايه، هنشوف هي موجوده فين. 0 1 2 3 4 5 6، نحط هنا 6، يبقى هو كده جاب الليست الاخيره، وجوه الليست الاخيره هيبقى عندي 0 1 2، عايز اجيب مثلا كلمه احمد، فهيبقى ايه هنا كده رقم 2 بس كده. فالنيستنج توبلز بسيطه خالص. الوقت بقى يلا بينا نخش على النقطه الخامسه في الدرس بتاعنا، وهي ايه الاميوتابيلتي. لو اخدت بالك وانا شغال بشرح قلت لك هي نفس كل اي حاجه بعملها جوه الليست هي بتتعامل مع التوبلز عادي خالص، ما عدا حاجه واحده بس هي الاميوتابيلتي، او ان انت عندك في الليست ممكن تغير اي ايليمنت جوه الليست، انما في وانت بتشتغل مع التوبل ما ينفعش تغير اي ايليمنت، خلاص الايليمنت اتحطت ما بتغيرش. عايز تضيف حاجه مثلا ما بينفعش تضيف حاجه، مثلا ما فيش ابند والكلام ده كله جوه التوبل ما ينفعش خلاص تغير فيها، طالما من ساعه ما اتكريت هي خلاص كده ايه ما ينفعش تغير فيها اي حاجه. فلنفترض مثلا ان احنا عندنا المتغير مثلا متغير التوبل عادي، وحطيت لك فيه الايليمنتس اللي قدامك دي. لو انت حبيت ان انت مثلا تجيب الايليمنت تغير الايليمنت رقم 8 ولا حاجه، فجيت قلت ايه ان انا عايز في الاليمنت في الاندكس رقم واحد اللي هو الوقت المفروض من غير حاجه ايه رقم 8، عايز اقول مثلا بيساوي كام اي رقم تاني مثلا، هو يساوي 10 ولا حاجه 140. تمام، طلع زي ما تيجي وننفذ، هيقول لك ايرور توبل اوبجكت دازنت سبورت ايتم اساينمنت. يعني ايه؟ يعني انت ما ينفعش بكل بساطه كده ايه تغير اي اليمنت، طالما عملت التوبل ما ينفعش تغير في اي حاجه. لو دي كانت ليست شايف انت اللي قدامك دي كده، لو نسختها لك كده وحطيتها لك ايه تحتها على طول ولا حاجه، وخليتها كالليست هنا كده وغيرت لك المتغير مثلا بدل ما كان كده وخليته كده، تمام. طبعا زي ما احنا شايفين ده الايرور زي ما هو، لكن لو خدت لك لو خدت نفس الكلام ده بالظبط وغيرت المتغير اتعاملت مع اسمها ديت مع الليست مش مع التوبل، هتلاقي ايه ان هو غير عادي خالص، وممكن تشوف الليست دلوقتي بتعمل ازاي، بقت اتغيرت بقت الجديده. الفرق بس بينهم زي ما احنا شايفين الاكواس بس، ده بارنسيز وده براكتس. يبقى احنا اول حاجه عرفناها ان في ان احنا بنغير ما ينفعش نغير اي اليمنت نعمله جوه الايه جوه التوبل يعني بتاعنا. طب انا ينفع بقى عاصم بعد ما عملت التوبل مثلا معينه اغيرها كلها اعمل لها ري اساينمنت؟ يعني مثلا ايه بعد مثلا لو انا عندي نيم ممكن فول نيم مثلا يبقى عاصم مثلا، فعايز اغير فول نيم على بعضه مش عايز اغير حاجه واحده فيه، ده عادي بيحصل بكل بساطه ما فيش اي مشاكل فيه. لو انا الوقت عندي اعمل لك بس كده واقول لك ري اساينمنت عشان تبقى واخد بالك منها، وجيت هنا جبت لك المتغير اللي قدام هنا اهو، الوقت ماي توبل بيساوي ايه الرقم اللي قدامي ده زي ما احنا شايفين كده. ممكن اخد نفس المتغير واحط له اي ارقام ثانيه براحتي خالص، اعمل لها ري اساينمنت من اول وجديد مفيش اي مشاكل عادي خالص ولا كان حاجه حصلت. نشوف بقى كده دلوقتي هتلاقي طبعا اتغيرت بقت الارقام الجديده زي ما احنا شايفين. يبقى انت ما ينفعش تتشينج او تغير اي حاجه اي اليمنت جواها، بس ينفع تغير على بعضها مفيش اي مشاكل. نقطه بقى كمان عشان تبقى واخد بالك منها، شفت انت لما كنت بشرح لك وحطيت لك هنا كده زي ما انت شايف، هات مثلا التيوب اللي قدامنا ده كده زي ما احنا شايفين النقطه اللي قدامنا ديت، عشان خاطر دي حاجه مهمه برضو تبقى واخد بالك منها. النقطه ديت هل انا ينفع اغير اي حاجه في التيوب ديت؟ لو انت جيت بصيت هتلاقي ان انت عندك هنا مثلا ايه سترنج اهو، دي الاليمنتس اللي جواها السترنج مش عارف حاجه مش عارف كذا 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 كذا، تخيل شوف الداتا تايبس بتاعت الحاجات الاساسيه، هتلاقي عندك اي داتا تايب واحنا ماشيين عندك هنا ليست. تمام، الليست ديت اهم حاجه بالنسبه للتيوبل ان انا عندي ليست اللي جواها ما يشغلنيش، انت ما تغيرش الليست، ما تقوليش انا هغير الليست كده على بعضها ولا اي حاجه، عايز تلعب جوه الليست غير براحتك، اهم حاجه ما تغيرش التيوبل. يعني فاهم انت ايه ما تغيرش الترتيب بتاعها في التيوبل. يعني انت عندك الوقت احنا قلنا ايه سترنج نمبر مش عارف ايه، وقلت لك قلت لي ان انا عندي جوه التيوبل دوت في ليست، عايز تغير الايفنتس اللي فيه غيره، عايز تعرف تغيره عادي. تعال نشوف مع بعض الموضوع ده بيتم ازاي. لو جينا هنا كده وعايزين نوصل ناكسس لحد ما نوصل للايه الليست اللي عندنا دي، هتلاقي مثلا 0 1 2 3 4 5 6، فنكتب مثلا هنا 6 كده ايه كده احنا وصلنا للليست. عايز مثلا توصل لكلمه ايه عاصم وتخليها مثلا عمر، فعاصم ديت اللي هي الاندكس رقم 3. جميل جدا، لو انت بقى خدت نفس الكلام ده كده وقلت ان انا عايز اخليه بيساوي وكتبت هنا بقى عمر، تمام مش هيطلع لك ايرور مع ان انا بغير اهو في التيوبل. يعني لما جيت اشوف بقى التيوبل بتاعت دلوقتي هتبقى عامله ازاي، زي ما احنا شايفين كل حاجه اتغيرت، كل حاجه اصلا زي ما هي بس في الاخر غيرت الكلمه دي. دي بقى نقطه عايزك تبقى واخد بالك منها، في التيوبل ما ينفعش اغير اي ايتم موجوده بشكل اساسي جوه التيوبل. يعني مثلا دي سترنج مش عارف ايه موجوده بشكل اساسي،
الليست موجود بشكل اساسي، يعني ما ينفعش اغير الليست على بعضها كده واحط مكانها مثلا ايه ليست تانيه ولا حاجه. لو جينا مثلا نبص عند الاندكس ده، تعال نجيب كده الاندكس بتاع الليست هنا اهوت، تمام، ده كده اللي هو يرجع لي ايه الليست. لو انا كده احط مكان حتى لو ليست تانيه هيقول لي بقى ايه غلط، لان انا بغير الليست على بعضها. هو اهم حاجه عنده ما ينفعش تغير في الايتمز الاساسيه اللي موجوده عندي. تعالى مثلا احط اي ايتم اي حاجه تانيه زي ما احنا شايفين كده واجي انفذ طلع لي ايرور، ما ينفعش اغير. انما قلت لك لو انا عندي ليست جواها اغير جوه الليست عادي، انما ما ينفعش العب في حاجه من الايتمز الاساسيه اللي موجوده في التيوب كده. انا طبعا كلمتك عن خاصيه الاميوتابيلتي باستفاضه، لان طبعا ايه دي اهم ميزه اصلا موجوده في التيوبل، عشان خاطر لما تيجي تبص بعد كده هتلاقي ان دي اهم ميزه موجوده في التيوبل، فلازم اشرحها لك باستفاضه. بعد كده بقى عايزين ناخد بالنا من حاجه، عايزين ناخد بالنا من ايه، ان امتى بقى استعمل التيوبل؟ لما انت بتقول لي هي زي شبه الليست بالظبط في كل حاجه، لكن مفيش غير خاصيه الاميوتابيلتي بس اللي متغيره، فعلا مفيش غيرها هي اللي متغيره، عشان كده ايه استخداماتها مش كتير. يعني انت لو جيت تبص فعلا في احنا بنستخدم في اي حاجه هتلاقي التيوبل دي بتستخدم قليل جدا، بس لازم تكون عارفها. وفي الاغلب بتستعملها مع الحاجات اللي انت ايه لما بتكريت التيوبل من الاول ما مش عايز تغيره تاني، عايز مثلا تعمل تيوبل تحط فيه ايام الاسبوع مثلا، انت عارف ايام الاسبوع مش هيتغيروا، هم كده كده هم 7 ايام، لو انت فين باللازم هم 7 ايام، الا بقى لو انت عندك 8 ايام دي حاجه تانيه، تمام؟ فهتحطها في تيوبل مثلا خلاص كده انت عارف انها مش هتتغير خلاص من اول ما كريتها لحد الاخر، انت شغلك زي بعضه. لو انت مثلا عندك ديكشنري معين، اي ديكشنري يعني، يبقى مثلا احط لك ايه اي حاجه مثلا اللي هي ويك ديز مثلا. لو انت مثلا عندك ديكشنري، الديكشنريز دوت لو انت جيت تشوف الديكشنري زي ما احنا شايفين كده قدامنا، مثلا عندنا ديكشنري في الفيرست نيم مكتوب فيه عاصم واللاست نيم مكتوب فيه سعفان، تمام، ونفذت عدد الديكشنري من الميثودز اللي موجوده في الديكشنري وانا ما كلمتكش عنها قبل كده عشان خاطر تبقى ايه، يبقى احنا كده مكملين الدوره مظبوط. عندك الايتمز دي، الايتمز ديت هتعمل لك ايه؟ هترجع لك كل حاجه، كل كي فاليو موجود جوه يعني جوه الشغل بتاعنا جوه الدكشنري بتاعنا هيرجع لك على ايه؟ تيوبلز. عشان كده انا ما كلمتكش عنها في الاول لان ما كنتش شرحت لك التيوبل اصلا، بس ممكن اكلمك عنها دلوقتي عشان خاطر ايه؟ انت خلاص بقيت عارف التيوبل. يعني زي ما انت شايف كده هيرجع لك ليست اوف تيوبلز، ليست اوف تيوبلز، ركز في الموضوع ده، يعني ليست وجواه ايه؟ كل كي فاليو موجوده في تيوبل واحد. بس كده زي ما احنا شايفين احنا شرحنا، يعني كان شرحنا باستفاضه اغلب الكلام اللي ممكن يتقال عن التوبلز. لو احنا شايفين كده بدانا بالازاي نكريت اصلا توبل من الاول خالص، وبعد كده قلت لك ازاي ناكسس ونعمل اندكس وسلايسنج وكل الكلام ده. بعد كده كلمتك عن البيزك ميثودز وكلمنا فيها عن الاندكس والكاونت، دخلنا في النستنج وقلت لك انت ممكن تحط توبل جوه اليوبل تاني، وبعد كده كلمتك عن خاصيه الاميوتابيلتي باستفاضه عشان خاطر مهمه جدا، وفي النهايه شرحت لك قلت لك يعني امتى ايه بشكل عام كده ممكن نستعمل التوبل. لحد هنا طبعا الفيديو ده خلص. لو عندك اي استفسار ما تنساش تكتبه تحت في كومنت مع دعوه حلوه، ولو الفيديو عجبك لايك جميل واشتراك في القناه لو مش مشترك، وما تنساش هتلاقي تحت في الديسكريبشن او صندوق الوصف يعني في جروب خاص بالفيس لو خاص بمسار الماشين ليرنينج. لو عندك طبعا اي استفسار في لغه برمجه بايثون اكيد كل اللي فيه ان شاء الله يبقى عندهم خلفيه برمجيه عن البايثون، فتقدر تسال هناك برضه ويفيدوك باذن الله. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.